السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ هذه تاع واش راهم يقولوا، راه جينا نحكوا على اغويرو راه معرش الرياض محرز. بون ماشي انا اللي قلت راه معرش الرياض محرز، لان هو ما ذكرش اسم رياض محرز، ولكن سيتي اكسترا هي اللي ذكرت اسم رياض محرز. نخلوها للاخرانيه اللي راح نحكوا واش يقولوا، ونجوا لاسمو سيرجيو اغويرو. قلت لكم سيرجيو اغويرو اللي عرش تاع عريشه كي خلصت المباراه، قال لهم ما هداك نجوا. المهم نخليكم تسمعوا بيب غوارديولا اللي شكر رياض محرز. بيب غوارديولا كيش كان رياض محرز هنايا، تحس باللي ردا على اغويرو، يعني ردا على اغويرو، وتحس انه كيما نقولوا علاش شكر رياض محرز، لان ما تنساوش باللي واسمو شكر برناردو رياض محرز وفودين، ما ذكر لا غوندوغان، ما ذكر لا واسمو كيفين دي برون. علاش؟ لان هما اللي خدموا اللعب. هو راهو يشوف باللي رياض محرز وفي الفودين وغوندوغان واسمو برناردو هما اللي خدموا اللعب. هادوك جاتهم سهله، جاوهم لي زاسيس ماركاو. هذا باش يكون في علمك. رياض محرز قالوا لي بزاف كيما نقولوا راطا البارح بزاف، وي راطا بزاف. بون كاين اللي شدهم الغارديا، وكان وانما هو كان حايبي ماركي، وكان ناقص تركيز، كان ناقص تركيز، وشفناه باللي كي كان حايبي ماركي يا ولدي ولا يصدم في رامي بن سبعيني تاع خليني الماركي، انت راكم مقصي خليني الماركي. طفل هاج البارح عفص على السيد، انا شت رامي بن سبعيني زعف شويه، وكان كان واحد اخر له كرونا رامي بن سبعيني تعرفوه في لي ماتشين نوضي عرش. بون معليش، خطره جايه ان شاء الله هي ماركي. هكذا خاوتي نسمعكم واش قال بيب غوارديولا. From your team tonight, you made it look very easy. You must be delighted. Yeah, sometimes looks very easy afterwards. So, it was a good performance under control. 90 minutes from the beginning, we arrived here with a good result, 0-2. We cannot deny it, but you know this competition has tricky. But we're so serious, and after the two magnificent goals, everything was easier. And but the way we played was again really, really good. Everyone in his position moved the ball quick. When they close inside, we have the options to put wide with Phil and Riyad, and when they are more wider, so we can play inside. And a lot of players with a good quality, with that don't lose the ball. That is what we need. And the three left-footers with Riyad and Phil and Bernardo help us a lot to give the continuity, the pass, an extra pass, and the right moment attack. But everyone was so commitment, and yeah, delight to be in next stage. It's inevitable, really. شفتوا هنا بيب غوارديولا خلينا يحكي على المباراة باللي كانت سهلة كيما قالوا المعلق اللي قالوا كانت سهلة وكذا ومنا، وبعد يهضر بيب غوارديولا وقالوا مليح انه جبنا نتيجة، يعني دخلنا سيريو في المباراة. قالوا كنا نخدموا كيما قالوا، كنا اللعب كنا نخدموه برياض محرز وفي في الفودين اللي كانت يعني المباراة تمشي رائعة من الأجنحة. قالوا كي تغلق الأجنحة نلعبوا على العمق. العمق شكون اللي كان يقصد يعني واسمو برناردو سيلفا. واش قال؟ قال باللي الامكانيات تاع اللاعبين اللي كيما نقولوا يحتفظوا بالكره، ما يضيعوش الكره، يحتفظوا بالكره ويعرفوا يمدوا التمريرات في الوقت المناسب، اللي هذا يخلي الكونتينويتي يعني الاستمراريه يعني. وكانوا رائعين، وحتى كل اللاعبين يعني كان يقصد هاد الثلاثه، كان يهضر على الثلاثه، قال كل اللاعبين، ولكن هو كان يهضر مركز على هاد الثلاثه، رياض محرز وفي الفودين وبرناردو سيلفا، اللي قدموا مباراه رائعه، وانهم كانوا متمركزين مليح في بلاستهم. هذه يعني شكرهم بزاف، ما شكرش اللي ماركا ولي بيت. كان اللي يقول لك رياض محرز انا شفتو اليوم ما قدم والو، راك تشوف بيب غوارديولا ما سقساوش على رياض محرز وما سقساوش، يعني نورمالمون يقول لهم وي في كيفين دي برو، مع انه عطاو له راجل المباراه. انا كي رحت نشوف التحليلات تاع المعلقين كاع يشكروا في اسمه في الزوج هذوك اللي ماركاو نساو، غوارديولا يقول لهم نو 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 نو, نو ماشي هذه هي. شوفوا خاوتي نجو اولا واسمها نجو هذا التصريح عجبني، هذا التصريح عجبني تاع المدرب تاع مونشنغلاطباخ، يقول لك مانشستر سيتي با اين نوما غروسا في اونس، يعني مانشستر سيتي كان رقم كبير علينا. قال لك زاكتا غلاطباخ ترينا ماركو روس، يعني قال مدرب واسمه غلاطباخ ماركو روس اسيس اون غلوبليش ميت فيلشن غوا اونت كلار هايت زي اما فيدا لوزونغ فيندن، يعني قال لك يعني اون غلوبليش اون غلوبليش هذه شغل واو من غير ما قول. قال لك كيفاش كانوا كالم وكيفاش كانوا يلقاو في الحلول، ومن بعد يقول لهم يعني اللعب تاعهم يعني كبير وكذا، فهمتوا. نجول هذه هي السيتي اكسترا اللي تعطي تقييمات تاع اللاعبين، ومن بعد ندخلوا في اغويرو. كان واحد زوج جرائد ولا تقييمات اللاعبين طططناني ما يهمش الربع النهائي. واش تقول لك هنا؟ اسمحوا لي البارح خاوتي انا
كي شفت كي كنت نشوف في الماتش ونشوف في التنقيط تاع رياض محرز لقيت عطاو له راجل المباراه هاوس كوت على هذيك اللي قلت لكم راجل ما قلتش في الفيديو على كل حال كتبت راجل المباراه على كل حال عاود تنحيتها لان عطاوها لكيفين دي بر راجل المباراه ما نقدرش نشوف لانني كنت نشوف المباراه وزدت درت الفيديو ما قعدتش نحوش كل اللي عطاوها لي من عطاوها المهم كيما يقولوا هاوس كوت عطاتها رياض محرز النجم يعني نجم المباراه رياض محرز واسمهم والدوري ابطال اوروبا عطاوها لكيفين دي بون كيفين دي بون كيما راكم تشوفوا التنقيط تاعو 8.5 نجو رياض محرز عطاو له 7.5 قال لك ساعدت بعض حركات القدم الرائعه الله يبارك الرائعه في فتح دفاع المانيا قبل ان يسددها يعني كيفين دي برون الى الهدف الاول من المؤسف الا ياتي مع عوده اكثر هجوميه يعني هنا يقصدوا على الاهداف جاب لي ربيع لرياض محرز نجول هذه مانشستر سيتي هذه كما راكم تشوفوا سيتي زوج غلاطباه طاطا واش نقول لك بعد 6 دقائق كان السيتي متقدما بعلامه تجاريه مذهله الذي تلقى تمريرة كيفين دي برون الذي تلقى تمريرة من محرز قبل أن يسددها بزاوية يعني اللعبة كانت شابة من الجانب السفلي في الأرض ما يهمني نجول هذه اللي عجبتني هذه واسمها دي لي ما تحكي واحد الأمور بزاف واش تقول لك تقول لك ليلة أخرى لم يكن فيها رحم ستيلينغ مطلوبا منذ البداية وهي المباراة التالية على التوالي والتي ربما شعرت بأنها غير متوقعة هذا الصحفي يحكي أو محلل غير متوقعة منذ وقت ليس ببعيد كان عرضه خلال الهزيمة أمام مانشستر يونايتد أقل بكثير من المستوى يعني المستوى تاعو كان هابط بزاف لا سيما من خلال المعايير العالية وربما رأى غوارديولا المباريات القليلة الماضية كفرصة لمنح المهاجم دفعة صغيرة لقد أصبح هذا الأمر أسهل نوعا ما في الإدارة البشرية نظرا للشكل الأخير لرياض محرز وجمال عمل غوارديولا هو أن هؤلاء اللاعبين المهاجمين الرائعين يتمتعون بقدرات مماثلة لدرجة أنه عندما ينسحب أحدهم يعني يتقدم الآخر ببساطة الآن مع وجود فريق لائق تماما لما يشعر به لأول مرة في الإطلاق خلال فترة حكم بيب غوارديولا يعني قال لك راهم حاكمين يعني ما زادوش ذكروا رياض محرز كذلك لا زاد وقال لك ولا تسير الأمور بشكل سيء يعني للغاية أليس كذلك بالتأكيد ليس عندما تتدحرج الكرة عبر جسد كيفين دي برون كما فعلت في الدقيقة 12 رياض محرز ورودري وقاتلوا بشجاعة للاحتفاظ بالسيطرة على هجوم قبل أن يصنع الأول تمريرة إلى القائد يعني واسمه من جول هدية 90 دقيقة قال قادة أهداف كيفين دي برون تطاطاناني أبطال استغفر فريق بيب غوارديولا الدقيقة تطاطا قال لك سدد دي برون تسديدة رياض محرز في الزاوية العليا من خارج وسمو وما دوش قول لك استغرق فريق بيب غوارديولا 13 دقيقة فقط لافتتاح التسجيل عندما سدد دي برون تسديدة رياض محرز من الزاوية العليا هذه قلتها وبعد يعطي لك التنقيط يعطي لك على رياض محرز قال لك بدا حادا وخطيرا طوال الوقت كاين اللي يقول لك ما كانش مليح صح راطا هذه هي يجوا ايامات بصح حاول كان واحد الوقت كان يرجع للور يا بن عمي كنا ننتقدوا فيه كان يرجع للور ما يتيريش مي با ماتش كومبلي ما يتيري حتى تير البارحة وتيرا 6 3 شدهم الغارديان 3 خرجوا برا وزوج قريت واحد الجريدة ألمانية قال لك كناب يعني شعرة وتدخل هكذا قال لك سقط وراهي مما اعطى رامي بن سبعيني وقتا عصيبا يعني عدب رامي بن سبعيني يحبوا يقول لك صنع فرصتين رائعتين وحصل على المساعده من المباراه الافتتاحيه للسيتي كيفاش حنا نجو ننتقدوا فوتبول هديه 365 تعطيني التنقيطات لكن السيتي هدد اكثر حيث اختار محرز غوندوغان في المنطقه فقط هنا يحكوا على الاهداف تاع وسمو تعريض محرز قال لك هدد محرز مرتين مرة أخرى ولكن تم رفض في مرتين من قبل زومر ووقف فودين يعني يحكوا على رياض محرز هذوك اللي تراهم وكذا يشوفوا لهنا هذه السيتي اكسترا اللي تحكي على اغويرو رانا جينا للمشكل تاع اغويرو واش يقول لك رحل سيرجيو يعني خرج من المباراة رحل سيرجيو اغويرو عن
انجري انجري يعني بالالمانيه يعني زعفان، كان خارج زعفان مع تسجيل مقطع فيديو لمهاجم ارجنتيني يشكو للمدرب من قله التمريرات من زملائه في فريق مانشستر سيتي. قال لك كان يشكي للمدرب اللي ما رامش يلعبوا معايا، قال لهم دوك يقولوها هنايا. شوفوا واش يقول لك، يقول لك ذكر التقارير اي اس بي ان هذه سبورت سنتر هذه تقول لك ان مهاجم مانشستر سيتي اغويرو غادر الملعب بعد فوز فريقه 2-0 على بوريسيا ميونشن غلادباخ، حيث اشتكى من قلة التمريرات من زملائه في الفريق. ومن بعد يذكروا لك اسم واحد اسم رياض محرز، يقول لك تم وضع المهاجم في الدقيقه 75 لكنه لم يسجل تسديد على المرمى في اخر 15 دقيقه في المباراه. قال لك ومع ذلك وفقا للادعاءات قد يشعر سيرجيو اغويرو ان افتقاره الى التاثير على المباراه قد لا يكون كل خطاه، في حين انه من المسلم بان عددا قليلا من فرص تسجيل عاليه الجوده في وقت متاخر من المباراه سقطت في عقليه التسديد او لا. رياض محرز هاي ليك، رياض محرز يعني رياض محرز كان يسدد وما كانش يعطي له على هذيك اللي كما نقولوا خرج قال لهم ما رمشي بدوني، لان شفنا في الشوط الثاني التمريرات كاع اللي تيرا وتيراهم رياض محرز، واحد فيهم ما تيرا. رياض محرز حرم عليهم الشوط الثاني واحد ما يتيري. قال لك سيكون من الصعب فهم سبب عدم تمرير زملائه في الفريق عن قصد الى افضل هداف للنادي. ايه رم زعما رم زعما يكالميو فيه ان سيرجيو هذه تاع اسمها. تقول لك واش قال له، باسان لا بيلوتا، باسا لا بيلوتا يعني ما رامش يمروا، او باسا لا بيلوتا يعني انهم لا يمررون الكره، فهمتوا؟ هذه هي واش عيط اغويرو كي خرج، واش التقطتها واحد الكاميرا تاع الصحفيين، هذه هي تاع اسمها اي اس بي ان سبورت سنتر. هذه قال لك قد تكون هذه ذروة الإحباط بالنسبة للأرجنتيني لأنه يجد نفسه طاطاطا. ما تمدلوش رياض محرز، أغويرو هو رأس العصابة، قلت لكم شحال من خطأ، هو اللي جبد لهم، هو اللي كان يقول لهم رياض محرز ما يلعبش معنا، هو اللي نشح كيفين دي برون. أنا هذه راني قلت لكم العام اللي فات بيب واسمه أغويرو عندها مدة عام واحد العام ولا داروا في واحد المباراة وداها رجل المباراة ورياض محرز قدم له الجائزة في هذيك تاع الممر وين يقدموا الجائزة. واش قال لها، واش قالت له، قالت له تتمنى تسجل الاهداف. شاف في رياض محرز قال هذا لو كان يباسي لي الماركي، يعني ما راهوش يباسي لي، هذا ما راهوش يباسي لي، وهضرت لكم عليها صافي زمان. هو اللي جبد لهم تاع رياض محرز يراوغ وما يباسيش، هو اللي نشع كيفين دي بر، هو اللي بنى العصابه. هذا هو اغويرو. علاش بيب غوارديولا ارماه ديريكت وزاد دافع على رياض محرز في المؤتمر الصحفي، قال لهم ما كانوش يفقدوا الكرات وكانوا هايلين وكانوا مساعدين وكلش وكلش وكلش، وذكر رياض محرز. هكذا خاوتي ما نطولش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سلام.